ندد تجمع وكلاء السيارات بخطورة استيراد المواطن السيارة بمفرده من الخارج، حيث سبق وأن صرح وزير الصناعة أنه خلال شهر جونفي المنصرم فقط تم استيراد 10,000 مركبة، مؤكدين أن العملية تعتمد على التموين بالعملة الصعبة من سوق السكوار، وهو الأمر مخالف للقانون. وأكد التكتل أن عمر السيارات المتواجد حاليا في السوق يتراوح بين 25 سنة بالنسبة ل 80% من حد المركبات، ما يقف وراء جل حوادث المرور بسبب اهتراء السيارات وغياب قطع الغيار الأصلية، في حين شددوا أنه بالنسبة لعملية تصنيع المركبات محليا، والتي أكد مسؤول وزارة الصناعة خلال لقائه معهم قبل أسابيع بأنها تستلزم نسبة إدماج تصل إلى 30%، فإن العملية للأسف مستحيلة بسبب غياب مناولين في السوق الوطنية. وختم الوكلاء رسالتهم بأنهم لم يلمس أي نية حقيقية لتفكيك أزمة السيارات في الجزائر. سلام.